FM. الكل ملك. هو المسألة للقضاء أم المسألة للقضاة؟ هو مجلس أعلى للقضاء وهو مجلس أعلى مفتوح له على خلاف المغالطة اللي قاعدة تحصل. أي مفتوح لناس من غير القضاء لكن. مجلس مفتوح. أيوة. لكن هم يقولوا أنه فصل 105 يقولوا أنه القضاة كذلك المحامون جزء أساسي في القضاء، وتعرف ما قولت مات الهيلة لليس بورقيبة، قالوا القضاء عنده جناحان القضاة والمحامين، وكذلك موجودين الكتبة ومساعدي قضاء الأخرين عدود. يعني حسب رأيك هل المحامين ما همش حاجة أساسية كما الكتبة مثلا في القضاء؟ سي سفيان احنا رانا ما قلناش، احنا جمعية قضاة ما قلناش المحامين ما يكونوش موجودين في المجلس. الدستور شو يقول؟ يقول غير القضاة هما من المستقلين، فهمتني، من ذوي الاختصاص. العبارة هذه ما تنطبقش على المحامي فقط، واحنا جمعية القضاة مش بشعار، احنا نجحنا اول تجربة لهيئة مختلطة قضاة وغير قضاة فيها محامين هي القضاء العدلي. نجحنا القانون هذاك وركزنا الهيئة هذه وساهمنا في تركيزها. شنو اللي قلنا احنا؟ قلنا راهو في التجارب الدولية وقت اللي تنفتح المجالس راهو الانفتاح هو على المجتمع. المجتمع لأنها العدالة هذه تهم حياته الكل عنده الحق في الرقابة على المجلس على القضاء، فهمتني؟ وكيفاش يدير العدالة؟ ولذلك فإنه وقت اللي تنفتح المجالس ما تكونش فقط الفلوس من غير القضاة من محامين، يلزم تركيبة متوازنة. يعني محامين سادة جامعين والمجتمع المدني. يخي أساسا احنا كي يقولوا الرقابة، الدور الرقابي والعين الرقيبة ممثلين مع المجتمع المدني، هذوكم يكونوا رقباء في المجلس على القضاة وعلى غير القضاة. هذه رؤية اللي ندفعوا لها احنا. احنا بالعكس احنا ندفع الى الرؤية المنفتحة، ولكن المنفتحة اللي حقيقة تمثل المجتمع، ماشي فئوية هي بين قضاة ومحامين داخل مجلس على القضاء. هذه الرؤية الديمقراطية اللي ندافع عليها. الاختير يا سفيان طبعا المسألة اخذت منحة اخر، لانه اذا كان اللجنة اللي خدمت المشروع اليوم تتبرى من المشروع بعد ما حدث من ضغط من المحامين، واحنا قلنا البارح السيد وزير العدل وقال اللي هو دخل في المشروع، اذا اللي حصل هو انه ضغط المحامين خلى المشروع له ليه وقع التراجعات اختيرة على مستوى صلاحية المجلس اليوم. راهو هذا اللي اخطر في الموضوع. هذا هو حبيت نسالك خاطر انتم البارح حكيتوا عليه جوستومون، قلت اليوم التفاف على استقلاليه السلطه القضائيه في مشروع القانون الاساسي. كيفاش مدام المشروع الثاني تم فيه مسخ للمشروع الاولاني، لانه المشروع وقت اللي في 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 تعريف المجلس المشروع الاول يقول القضاء المجلس الاعلى للقضاء هو معناتها هيكل يمثل السلطه القضائيه. تجي انت تلقى كلمه السلطه القضائيه تمثيل السلطه القضائيه تحدث من التعريف، ثم بعد وقت تقدم وتقرأ في المشروع تلقى العديد من الصلاحيات اللي في أول مرة في تاريخ القضاء التونسي، يعني نحات على هيمنة السلطة التنفيذية المشروع الأولى في المشروع الأولى بتاع اللجنة. أيوة. تعطات للمجلس الأعلى للقضاء اليوم ترجع للسلطة التنفيذية بعد الغطاء السياسي اللي وفروه المحامين بالضغط متاعهم لشيطنة المشروع الأول. احنا نقولوا هذه حاجات خطيرة، ثم لانه المحامين شو يقولوا؟ يقولوا احنا ما نتفاوضوش مع اللجنه هذه، فهمتي، والحال انها سمعتهم اللجنه وخذات يعني ملحوظات متفاعله، واحنا مشينا تفاوضنا مع السيد وزير العدل والمشروع الاول لن يمر. شنو اللي حدث؟ انه بالفعل المشروع اللي خدمته اللجنه واللي جات فيه رؤيه حقيقه فهمتني تاريخيه ومن غير مبالغه اللي باش تبدا تصنع تعمل هيكل يمثل السلطه القضائيه يعمل بالحق توازن وفصل بين السلطات، توقع تراجعات كبيرة فيه فهمتني مقابل ترضيات، لأنهم في المشروع الجديد توا معناتها السادة المحامين مثلا في مجلس القضاء العدلي ممثلين بخمسة محامين. هذه معناتها اللي حصل، هذه عملية التوظيف السياسي كيفاش حصلت، ولأنه السيد وزير العدل يقول اللي أنا اتدخلت في المشروع، إذا ما عادش احنا توا حيال المشروع لجنة نحبوا ليه، وثم كيفاش إذا كان المسار المسار بتاع العمل تبدل. احنا من حقنا كهيك القضاة اذا كان السيد الوزير العدل هو اللي باش يصبح يصيغ في المشروع نحضروا مع السيد وزير العدل ونبديوا لوجهة برا ونتناقشوا معاه قبل ما يعدي المشروع. الكل ملك.